صباح الخير أعزائنا المشاهدين، صباح الابتسامة والإيجابية، ويا مرحبا بكم في برنامجكم استوديو ظفرة بفترة الصباحية. ونبدأ مباشرة بالعناوين. موضة شتاء 2020 وللرجال منها نصيب. هبة داغر فنانة اجتهدت فحلقت في سماء الوسط الفني بفترة قياسية. للرجال اليوم نصيب من آخر صيحات الموضة لخريف وشتاء 2020، وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن تنضم إلينا مجددا في الاستوديو صفا كرم خبيرة مظهر. حياك الله ويانا صفا. مرحبا، أهلا ابتهال. أهلا وسهلا وصباح الخير. صباح النور. اليوم موضوعنا غير، يعني وأخيرا بنتكلم عن فاشن للرجال. بنتحدث عن موضوع السوتس أو السترة، شيء يهم جميع الرجال أكيد. وبنتحدث بداية عن كل لوك، نبدأ بالصورة الأولى. السترة الفلفت أو المخمل مو بس دارجة بموضة النساء، حتى يعني بالرجال كل شتاء تعود، هي يعني ترجع فما تروح موضتها أبدا. دائما تنطي لوك فخم يلبسها الرجال لما عندهم مناسبات، بس بهالموسم صار ممكن تلبس ببساطة أكثر مع جينز أو بنطلون قماش يكون خفيف، وتلبس تحته مو ضروري قميص، ممكن يعني يلبس بلوز بس بقبة عالية أو الهاينك. نعم. نعم. فينطي لوك أكثر كاجول من وشتوي. صح، لوك. نعم. شتوي وكاجول أكثر من أنه ينلبس تحت قميص فيبين رسمي أكثر. في هناك ألوان للسترة المخملية اللي صح يفضل أن نبعد عنها؟ يعني نحاول أن نكون نلبس الألوان المتعودين عليها، الأزرق، الأسود، اللون المارون أو الرمادي جدا دارج وحلو أن نلبسها بس بالمخمل، يعني ينطي لوك غير. نبتعد. نعم. عن المخمل الرصاصي لأنه ما يناسب كل ألوان البشرة، ودائما مرات ينطي لوك باهت للوجه للرجال، لازم نكون يعني حذرين بالألوان اللي نختارها. نعم. نشوف الصورة الثانية. هذا اللوك اللون شوي فاقع مو رمادي، خلينا نقول بين الأحمر والرمادي، أيضا ما يناسب كل ألوان البشرة، فيناسب اللي بشرتهم دافئة، الأندرتون مالتها يكون دافئ فينطي ريفلكشن حلو على البشرة. وبما أنه هو لون أوريدي فاقع فنحاول نكون يلبسون تحت شيء بيسك أو ألوان. نعم. يعني أساسية. أساسية إيه، ما نلبس ألوان مثلا غريبة. ويمكن هاللون ما ينفع لجميع المناسبات. صح، ما ينفع لجميع المناسبات، لازم تكون مثلا حفلة أو شيء، يعني صعب نروح بهذا، يروحون بهالإطلالة لاجتماع عمل مثلا. صحيح. بس ممكن يروحون على مناسبة، عرس، إيفنت رايحي له. بس نفس الشيء إذا لبسنا تحت مثل ما هو الموديل لابس كله أسود. نعم. يكون أفضل حتى نكون على السيف سايد. نشوف الصورة الثالثة. المربعات، ما أعرف إذا تذكرين ابتهال، بس لما تكلمنا عن الستر، ستر النساء هم دارجة المربعات. مثل ما نشوف اليوم بعد أنت لابسة المربعات. أي. صحيح. فتجي هي أحجام مختلفة. ذكرنا أنه الحجم يعتمد على حسب شكل الجسم، فكل ما يكون جسمنا ممتلئ ناخذ حجم المربعات أكبر، ما ناخذ أصغر حتى ما يبين غريب على. نعم. شكل جسمنا. وبنفس الوقت هالإطلالة أكثر رسمية أو كلاسيكية، ما نشوفها بالإطلالات اليومية للرجال، يعني ما يلبسوها ويا جينز، يفضل أن تكون دائما لإطلالة راقية يعني. نعم. مو شبابية كثير. صحيح. أي. نشوف الصورة. الكوت الجلد، مو بس الجلد هو دارج، بس الجلد يعني يعتبر قطعة الجلد استثمار، لأنه تلبسيها أكثر، يلبسوها أكثر من فصل، مو بس الشتاء والخريف، حتى بفصل السبرينج تنلبس لأنه خفيفة. نعم. مو مثل الستر الثانية تكون جدا ثخينة، هاي خفيفة فتلبس بطرق مختلفة. مثل ما تشوفين هذا الطول الطويل اللي يغطي يعني على الحد الركبة. نعم. في طول يجي قصير لحد البنطلون بالضبط، على حسب المناسبة وحسب شكل جسم الرجل. نعم. هم تعتمد أي قطعة تناسبه. بنشوف سترة الجلد ولكن هالمرة قصيرة. نعم. القصيرة.
لأنه فيها سحاب هالمرة، يعني مو مثل هذيك، تحسين أنه هاي إطلالتها أكثر شبابية، شبابية أكثر صحيح. من هذيك. هذيك يعني ممكن تناسب رجال الأعمال، هاي تناسب الشباب أو الإطلالات اليومية، طلعات يعني مع الأصحاب كاجول، مو نروح فيها مناسبات. يفضل لبسها مع الجينز، تلبس مع الجينز اي، ويفضل انه يكون على شكل الجسم، يعني ما ناخذ شيء واسع، وحلو اذا اختار وياها بوتس ايضا تكون جلد تناسب. نعم. مع بعض. نعم. شوف الصوره اللي بعدها، هاي الترنش كوت ايضا نفس طول اول ستره جلد شفناها، ايضا تناسب الطلعات الرسميه اكثر، الشغل اكثر من انه نلبسها بالطلعات اليوميه. في الوان مختلفه، بس اذا يفضل الاسود، يفضل الاسود، الازرق، الرصاصي. نعم. الالوان الاساسيه ما نلبس، يعني ما يفضل للرجال أو نعم. الوان الفاقعه او المو متعودين عليها، لانه هذا اللوك يعطي اكثر رسمي. نعم. ننتقل للصوره اللي بعدها، القطع الستر اللي تجي من 3 قطع جدا دارجة أيضا. نعم. هي موجودة بس يمكن فصل الصيف ما شفناها هواية. صحيح. هالفصل صرنا نشوفها أكثر، أنه الفيست ويا الجاكيت ويا البنطلون كلهم يكونون متقمين وبأنواع مختلفة وبباترنز مختلفة. باترنز مختلفة. نعم. صار في دمج بين الألوان والطبعات، يعني مو كلها تجي نفس اللون، ممكن تجي نفس الطبعة بس غير لون أو العكس. والليرينج دائما أو لبس أكثر من طبقة طبقات بفصل الشتاء دائما دارج. نعم. لأنه هم يدفي بنفس الوقت، فهذا شيء جدا دارج ويناسب أغلب الرجال. شو تنصحين صفا فئة الرجال فيما يتعلق بالسترات؟ السترات طبعا لازم يكونون جدا دقيقين باختيارها، لأنه في مثلا السترة اللي تجي أكمامها أو الكتف مالتها منتفخ، ويكون الرجل اوريدي عنده اكتاف عريضه، فيلبسها تبين اوفر كثير او تبين مو مناسبه لشكل جسمه، فلازم يختار شيء يناسب شكل جسمه. نعم. حتى قصه الخصر لازم ننتبه عليها، انه يتركها مسكره او يتركها مفتوحه، هم على حسب شكل جسمه وحسب القميص اللي لابسه داخل ايضا. نعم. شكرا جزيلا صفا، دوم تشرفينا في استوديو الظفرة. شكرا ابتهال. ومستمرين مع مشاهدينا ولكن بعد الفاصل. هبة داغر فنانة اجتهدت فحلقت في سماء الوسط الفني بفترة قياسية. اليوم ضيفتي هي ممثلة تألقت وبدأت مسيرتها الفنية بعمر 15، وشاركت بكثير من الأعمال اللي كلنا نحبها وتابعناها، ومنها مسلسل العراب اللي كانت بداية مسيرتها الفنية، ومن ثم بقعة ضوء وفيلم غمضة عين، والكثير من الأعمال المميزة كان آخرها استوديو المشاهير، وإن شاء الله بنشوفها في رمضان المقبل في أحلى أيام، أيام الدراسة. أرحب وياكم بالممثلة اللبنانية هبة داغر، حياك الله ويانا. هاي كيفك؟ بدي اقول مرحبا لكل المشاهدين بالدول العربيه، ونحن نقول صباح الخير وان شاء الله يكون يوم سعيد عليك. وعليك. ونبدا بدايه نعرف هبة ان انت بداتي مسيرتك الفنيه في عمر 15 اللي هو عمر صغير جدا، يعني ما زلتي في سن المراهقه، واليوم انت كم عمرك؟ 25. 25 سنة. 25. إذن أنت من عمر 15 إلى 10 سنين من الحين، شو تطور؟ أوه، تطور كتير أمور، يعني بطبيعة الحياة ممثلة أو لا، كل يوم تكتسبي experience، تكتسبي شيء معرفة من معارف الحياة إنه بسيطة لو ما كنت تعرفيها. نعم. بتتعرفي على ناس جديدة، بتتحدد أمورك بتتحدد سوري أهدافك بالحياة. صحيح. بتعرفي شو بدك أكثر، وبتتغير يعني من عمر 15 لل 25. فبقدر أقول لك إنه تغيرت كثير، اشتغلت على حالي كثير، مهنيا، فكريا،
في أغلاط يمكن كنت تغلطيها بعمر صغير ما بتعودي تسمح لحالك تعمليها بالخمسة وعشرين، مش بالخمسة وعشرين، بعمر أكبر يمكن نعم. سنة وست يعني 16 17 18، كل ما تكبري يوم عن يوم زيادة. كطفلة أو مراهقة صغيرة هل كان المجال صعب عليك؟ ليك صعب، ما رح كذب، صعب كتير، ومجالنا معروف هلا بغض النظر كل المجالات فيهم كل شخص ان كان انثى او ذكر بيتعرضوا لامور بالحياه يمكن تكون صعبه عليهم او تجارب تكون صعبه عليهم، بس مجالنا اذا بدك القصص متاحه او البواب اللي بنتعرض منها يعني اسهل او ما بيحسبوه لحسابات، يعني اللي بدك تتعرضي له بتتعرضي له بطريقه دايركت. فايه كانت صعبه، كان بدها وعي شوي اكثر من حدا عمره بس 15 تيقدر عن جد يكفي هيدي المسيره اللي بلشها، مش قاطع الطريق وخلص. لو رديتي لهبه اللي عمرها 15، هل تنصحيها انها تكمل في هذه المسيره ام انها تتريى شوي؟ ليك انا كثير مبسوطه وايم ساتسفايد وين انا اليوم، ما بندم على ولا لحظه، وانا من نوع العالم اللي ما بيكتفي، لانه يمكن طموحه كبيره هذا شيء كثير بيتعب بيناتنا، بس ما بكتفي بقول بدي بعد بعد بعد، فما بعتقد انه رح اقول لها طولي بالك، لان لو فيني كنت يمكن استعجلت امور كثير اكثر لو القصص بايدي. ولكن ليش بلشتي من هذا العمر الصغير يعني وفي مجال عرض الأزياء؟ هل كانت صدفة أم حظ أم ماذا؟ تشجيع أهل؟ هلا طبيعي انك تفكري انه صدفه، لانه شوي غريبه انه حدا بهيدا العمر يكون عن جد عارف شو بده وعن جد عارف انه هيدا الطريق اللي بده يكفي فيها لبعدين. لا، اللي صار انه انا من انا وصغيره بحب الفن وبدي غني وبدي ارقص وبدي مثل وبدي اتصور وبحب التي في، فعارفه انه بيوم من الايام انا رح كون شيء بهيدا الكارير، يعني بدي اعمل شيء بهيدا الكارير. ضليت مصره تا رح بس بدي اقطش هون شوي الموضوع، هو بالفن ما فيك تفوتي من الباب العريض دغري، بدك مفتاح صغير وتطلعي درجه درجه، فانا كنت كل الوقت عم فتش على هيدا المفتاح انه طب كيف؟ وين حصلت المفتاح؟ يعني هو يمكن هيك نور صغير كان، بس انه لقيت انه في اسهل شيء كموديلينج، بما انه انا صغيره ما عندي خبره، ما بعرف بعد اذا بعرف مثل اذا بعرف غني بشو موهوبه تحديدا، فالموديلينج هو طريق بيعطيك مش طريق انه مثل تجربه صغيره بتشوفي حالك اختبار. يا بتقدري تكفي بتحبي حالك على الكاميرا، الكاميرا بتحبك لوين تقدري توصلي، اختبار فتت فيه وصار باب لباب، تعرفي باب بيفتح باب. نعم. انا اوريدي كنت مخططة وحاطة براسي انه انا لما بلش ما بدي ضل هون، انا ما بدي ضلني بالموديلينج، لانه موديلينج مش هيدا كل شيء، يعني اللي جواتي من مواهب هو كان باب، كان مجرد باب، اللي جواتي من مواهب ومن قصص عندي اياها للعالم، ما الموديلينج ما بيفتح لي مساحه اني اعملها. نعم. واجهتي صعوبات يعني ممكن من الاهل من الاصدقاء ولا كانوا داعمين لمسيرتك بدايه في مجال عرض الازياء؟ كاصحاب هلا في كثير اصحاب او ناس بتعرفيهم او ما بتعرفيهم بدهم ينتقدوك او بدهم يدعموك، يا بحبوا يا ما بحبوا لاسبابهم الخاصه، غيره، محبه، يمكن بلا سبب بدهم يعطوا رايهم. وايد يغارون منك؟ شو رايك؟ انت كثير بيغاروا مني كبنت، انت بالنسبه حلوة ناجحه. ها انزين، بمناسبه الجمال والنجاح، تعتبرين ان جمالك هو اللي كان سر نجاحك او موهبتك؟ طيب خليني بس كفيك نقطتي وراح ارجع على سؤالك لانه بدي لحق لك.
الأهل كانوا داعمين، بس شرطهم الوحيد كان إنه كفي دراسته. سو درست، أخذت شهادة بالهندسة interior design، وبعدين بس أخذت شهادة أنا قررت إنه كفي بالكارير تبعي. جمالي سر نجاحي هيدا العنوان العريض اللي لقطوه وما عادوا يعرفوا يتركوه. صحيح. ما بكذب عليك انه الله بحب الجمال، يعني الجمال مفتاح لكتير قصص، بس الجمال بلا مضمون قد ايه بده يدوم، والعين بتزهق من الجمال، بس بدها تشوف الجمال اول شيء، بس بعدين زهقت منه بدها تشوف شيء وراه يخليها عم تتطلع فيه او يخليها متاخده له. نعم، وافقت رأيي، ولكن اشوف ان بدايه اعمالك الفنيه عقب الموديلينج كان بس نشوف البدايه. بدي اسالك، هيدي صوره عمل جين ذا فيرجن اول شيء، بس في كثير ناس ما بتعرف او منع حضرته. هو مسلسل عم ينعرض، موجود على احدى البلاتفورمز على الانترنت. عم نعمله مسلسل الفيرجن العربية. نعم، الآنسة فرح. الآنسة فرح مزبوط، وهي من بطولة رانيا يوسف. رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، وأحمد مجدي. نعم. وهبة، شو دورك في هذا المسلسل؟ حاضرتي؟ أنا حاضرتك كله بكل السيزونز، ولكن انت دورك في المسلسل الفيرجن العربية شو بيكون؟ مرت الأب. إذا نحن نعرف مرت الأب أوقات كثيرة تكون شريرة، فبنشوفك في هذا الدور الشرير؟ ليك ما في كثير أحكي عن الدور بصراحة، بس اللي بدي أقول لك إياه إنه في تويست بالشخصية، يعني رح تشوفي كل شيء منه، رح تشوفي قصص ما بتتوقعيها، من منيح ومن عاطل. نعم. إذا بنشوف وايد عاطل ولا بنشوف وايد المنيح؟ شو التوازن بيكون؟ رح تشوفي خلص رح بس نشوف إذا شريرة أم لا. لكن رح تشوفي إنه قصص رح تصدم، تقولي أوف هيدي الأنوثة وهيدا الشكل اللي أنت عم تحكي عنه بيطلع منه هيك؟ هيدا هو هيك؟ انزين فهمنا. شريرة إذن. مش ضروري. مش ضروري، يعني رح تتفاجئي بالأكشنز. نعم. لا قبل لازم نعرف شيء بالنسبة للعراب، كان أول عمل وهو عمل ضخم وبجانب قامة من النجوم في الدراما العربية. هذه البنت التي توها بدت مسيرتها الفنية، أول عمل تمثيلي بالنسبة لك كيف كان؟ يعني كانت صدفة؟ كيف حصلتي على الدور؟ كانت فرصة. إذا بدي أقول لك بديك أوصفه بالكلمة المضبوطة، مش صدفة، كانت فرصة. حدا رشح اسمي، كنت ماني ممثلة بحياتي، وانقبلت للدور. كان اختبار صعب. ليش؟ يا بنجح وبكفي مسيرتي وحلمي اللي أنا بلشته، يا بودع المجال، يعني خلص. مع أصعب مخرج يحكى انه اصعب مخرج من اي ناحيه، بنوجه له تحيه، هو مبدع، المخرج حاتم علي. هيز فيري ستريكت، صارم جدا على السات، مع نجوم كبار مثل استاذ باسل خياط، اساتذه يعني كلهم، باسم ياخو، جمال سليمان، منى واصف. يعني انحطيت باختبار وبمسؤولية، يا بطلع قدها يا بفشل إلى الأبد. وأنت بالنسبة لك كانت تجربة ناجحة؟ لو ما كانت تجربة ناجحة ما كنت قاعدة هون. صحيح. ولكن هبة خبرينا أكثر عن الصعوبات اللي واجهتيها كونك مثلتي بجانب هذه القامة من الشخصيات الدرامية. هل كان هنالك صعوبة؟ كيف قدرتي تثبتي نفسك قدامهم؟ حاولتي أنك يكون عندك تصرف معين، شخصية معينة، قواعد معينة؟ أول شغلة الاجتهاد. نعم.
الاجتهاد بمعنى مش انه تبدع وتمثل، الاجتهاد انك اكيد تمثلي مزبوط وتعرف يكون عندك الحس الفني، بس الالتزام، الحضور، تحفظ المشاهد، تكوني رايحة ردي. واجهت صعوبات أكيد البعض مع بعض الممثلين ومن اللوكيشن، البعض كان داعم جدا وبعده لليوم بيلتقى فيهم وبيذكروني انه نحن قلنا لك وشفتي، والبعض تعرضت لبعض مزاجية الأشخاص، مزاجية كنجوم أم غيرة أم الاثنين ما بعرف صراحة، بس تعرضت لهالشيء انه في ناس اذا حدا جديد وهن صار لهم زمان بمسيرتهم الفنية بيعتبروا انه ليه بدنا نساعد او ليه بدنا نتحمل. مزاجية كيف يعني؟ يعني انه اليوم منن كتير بالمود انه يعمل انه يعيدوا المشهد او يعملوه او يقدوا، بدهم يشتغلوا ويخلصوا، ما فيهم يتحملوا غلط. مثلا عم بعطيك اكزامبل، مش هذا اللي صار، ما فيهم يتحملوا غلط صار بيصير مع ممثل اول مره، او ما فيهم، ما لهم خلق اخلاقهم ضيقه انه يجي يقولوا لك انه انا عم مثل، مثلا يجي يقولوا لك انه ما لي حسني هون، انه ليه بس تيخلص المشهد انا بدي اعرف انه هون كان في اعمل احسن لما انا اشوف حالي، او لما ناس عندهم خبره اكثر مني ومنيح بدهم يجوا يقولوا لي. نعم، عرفتي شو قصدي؟ اشوف من كلامك هبه عندك شغف وايد لمجال التمثيل، صحيح؟ صح. ولكن ايضا اليوم نشوف السوشيال ميديا، حسابك على السوشيال ميديا، نشوف انك مؤثره اجتماعيه في مجال الفاشن وما الى اخره، هل انت تبين تظهرين للناس بانك انت ممثله ام بانك فاشينيستا؟ لا بدك تزعليني منك. ليكي انا من الاول اوكي I'm فاشنبل، بلبس على الموضة، بحب اللبس، انه تقريبا كل البنات بيحبوا هيدا الامور، نفس الميك اب، الشعر، يهتموا بحالهم، بس انا من الاشخاص اللي بلبس لحالي، بهتم بحالي لانا اكون ساتسفايد. الميك اب اللي بعمله انا بحب، فيمكن العالم حبت شخصية هبة، بس انا ما عم بعمل هالشي تكون فاشينيستا، انا كتير فاشلة بإني أكون فاشينيستا على فكرة. إذا أنت تشوفين عمرك لم تنجحي في هذا المجال، دوم نشوف في المقالات اللي تكتب عنك أن أنت تتميزين في إطلالاتك، يمكن حتى أكثر عن تغطية أعمالك الفنية، شو السبب؟ السبب هو البرسوناليتي تبعي، هي اللي بتنعكس لبرا، شخصيتي هي اللي بتنعكس على ماي لايف ستايل، حياتي، لبسي، تصرفاتي، بتعرفي كل واحد سبحان الله بتعرفيه من ستيله، والاهم انك تلبسي من انه تواكبي الموضه وتلحقي الموضه وتلبسي على الدرج ان كان حلو او مش حلو او لبق لك او لا، هو انه يكون عندك ستايل تتميزي فيه، يعني قد ايه حلو انه يعرفوا انه تقدر العالم تذكرك بشيء انه هيدا ستيل، انه مثلا تنفترض شفتي شيء قد ايه ستيل هيك، قد ايه ستيل هبه، قد ايه بذكرنا بهبه. بالنسبه بمناسبه كم يذكرنا بهبه، بنشوف هالصور، نشوف شو ذكرت؟ في وايد اشخاص تذكرينهم بنادين نسيب نجيم. تشوفين الشبه؟ بذكرهم بحالي. هلا اذا بدك تغيري السؤال في رد عليك. تشوفين شبه بينك وبين الفنانه نادين؟ ما بعرف، هلا تنحكي صراحه في كثير مقالات انكتبت وتشبيهات صارت، يمكن تيناتنا عنا اللوك العربي، الشعر، لون الشعر، لون العيون. نعم، عم بضحك لانه ما عم بخلص من هذا الموضوع. يضايقك هذا الموضوع؟
ليك رح أكون صريحة معك، هي بنية فنانة جميلة، يمكن الناس بتشوف تشابه بيناتنا بعيونهم، هن بيشوفوا تشابه بالستايل بالشعر مثل ما عم بقول لك باللوك العربي، بس بالنسبة لإلي أنا هبة بتضلها هبة. يعني ما تشوفين الشبه؟ لا بعدين عني بصراحة، بعدين الناس زهقت وأنا زهقت من هذا الموضوع. الصحافة يعني بعد ما زهقت ضلها تكتب عن نفس الموضوع، وبدي أكون صريحة معك، أنا الموضوع ما فادني بالمرة. يعني إذا بدي أستغل الخبرية وأستغل هذا الموضوع كان فيه، كان فيه لما بعز لما كتبوا، بس أنا ما بدي. هبة إز هبة بالنسبة لإلي. وبالنسبة لمجال التمثيل، هل تشوفين إنه يعني إذا شفنا نادين نسيب نجيم الحين في الساحة الفنية اكتسحتها بقوة، أنت تشوفين نفسك أيضا ناجحة في مجال التمثيل، هل هناك شبه في الأنواع أو الأدوار أو بينك وبينها في بأي شكل من الأشكال؟ هلا نادين بحبها وبحترمها، صار لها زمان بالكارير، يعني فينا نقول انه بلشت عم تقطف المسيره اللي كانت عم تبنيها. انا بعدني باول مسيرتي الفنيه اللي ناطرني كثير، وما بدي شبه حالي لها او لغيرها. يمكن اوصل لشهره معينه غيري وصل لها، ويمكن اجتاز هيدي الشهره واوصل لاكثر، ما حدا بيعرف. بس اللي كان بدي اقول لك اياه انه ما في ممثل بتحطي حد ممثل بتلاقي انه تمثيله نفس الشيء. اكيد تمثيلي انا غير، ما عم بقول احسن او مش احسن، بس كل واحد بيمثل بطريقه. التمثيل ما له رولز كلهم بيمشوا عليها، لو مثل الماث التمثيل 1+1=2 كان كل العالم تعرف تمثل. اتس ان ارت، سو هيدا فيلينج، هيدا ادوات كل واحد بيتميز فيها. نعم عرفتي، فما فينا اي كانت كومبير. انت فخوره بالمسيره اللي وصلتي لها لين الحين، تعتبرين نفسك وصلتي لهدفك او للنجاح؟ لا مبسوطه وين انا، يعني للمحل اللي انا وصلت له، واكيد وصلت لكثير قصص ناس كتار بعمري ما قدروا يوصلوا لها. انك تنعرفي مش ببلدك بس، بكذا بلد شغله كبيره، شغله كثير، عالم كتير مشهورة ببلادها طولت تتنتشر عربيا أو عالميا. I'm satisfied، بس لا مش يعني مش stop، مش أكيد هذه بعدها البداية، بعد ما شفنا شيء. ونرجع للبداية اللي بشوفها مع هذه الصورة. بدأتي في سنة كان تقريبا 2015، كنتي يعني موديل في الكثير من الميوزك فيديوز أو الفيديو كليبات. شوف الصورة اللي بعدها ويا صابر الرباعي، أيضا ويا العديد من الفنانين، صحيح؟ والآن نشوفك في أنجح المسلسلات، تشوفين تغيير في الشكل؟ او ماي جاد، وينك شتيهم عن جد؟ عنا معدين ما شاء الله عليهم، باحثين ما شاء الله بجدارة. ليك أكيد في تغيير. نعم كلنا تغيرنا من ناحية الشكل. تنبلش بالملامح، الملامح بتنضج، عم تحكي انتقال من تينيجر لعمر انه انثى. نعم يعني طبيعي الملامح تتغير. ليش اخترتي انت الحين ان يكون شعرك دارك والعيون تتخلصي من اللنسز؟ هل يعني الكثير من الاشخاص يقولون ان الحين هبه داغر تحاول ان توصل لستايل نادين نسيب نجيم؟ اعذريني عن العوده الى هذا الموضوع، ولكن ها فضول المشاهدين يبون يعرفون. عم بتضحك لانه انت بس لا والله بريئة، أنا هاي المشاهدين ها أنا أنقل آرائهم. قبل ياما كل البنات بعمر معين بيجهلوا
واهلنا واميتنا بيقولوا لنا انه ما تحطوا ميك اب اتس ايرلي، ما تحطوا لانسز بيخربوا اكزامبل، يعني هو انه مش هيك بخربوا، ما تلعبوا بلون شعركم، ما ما ما. ونحن اللي بعقلنا بعقلنا لانه بس جهنانين وبنات اول طلعتنا، وبتعرفي كل بنت بدها تجرب انه هالقصص. فمع مع سنين يعني رجعت عم برجع على هيدا الكلام، وعن جد عرفت انه انا بالنسبه لإلي وصلت لقناعه انه خلقت الله هي يعني ما في شيء ما في اجمل. نعم رجعت لون شعري الطبيعي، هيدا كان صبغه. اذا نقول ندمتي على عمليات تجميل؟ ما لا ما ندمت على مين انا هلا، بس انا رجعت لون شعري الطبيعي، شلت اللانسز، رجعت لعيوني الطبيعيه، كان ستايل معين حابه اعمله وعملته، وكان الترند الموضه عم تتغير، الموضه سريعه. فهلا اذا بتلاحظي انه كل شيء عم بيرجع ناتشرال وسمبل. حتى انت دوم الميك اب اليوم قلتي لنا انه لا انت بتسوين الميك اب بروحك، صحيح؟ عندك عشق للميك اب، هل هالشيء دوم انت اللي تحطينه حتى في اعمالك الفنيه، حتى في الاستوديو في التصوير اللوكيشن؟ رح كمان اقول لك شغله، وبدي اقول شغله كثير مهمه وما بلاقيها غلط انا ابدا، للي عم بيسمعونا يمكن يعرفوا انه هيدا الشيء منه غلط. ايه في عمليه نزمت عليها. اي عمليه؟ تمه، مش عمليه يعني فيلر، بس كان اكبر بكثير. حتى الحين خف يعني، رحت شلتهم، كان في مضاعفات، صحيح؟ تتذكري في فتره من الفترات درج انه اول ما طلعوا الليب ينعملوا يطلعوا كثير كبار وهيك، وانا رحت عملت هيدا الشيء ونزمت عليه، ما خدمني لا بتصويري ولا بمسلسلاتي، ما فيي اخذ كل الادوار لان بطلع فيري فيك، ولا على التي في ولا بحياتي اليوميه. لقيت انه هيدا الشيء ما له لزوم ونزعني بدل ما يحليني، فرحت عند الدكتور نفسه وشل الفيلر. يمكن في المستقبل ان تتوقفين تماما عن الفيلر والبوتوكس، او بتستمرين ولكن بطريقة معتدلة ومتوازنة؟ لكن ما ندد لأنه وصلنا لمحل أنه العالم عم بيتطوروا بكل شيء، وأنا كتير بشجع أنه مع التزبيط ومع الأناقة ومع أنه المرأة تهتم بحالها والأنثى، إذا في شيء زعجها هي تتكون بس توعى الصبح تطلع على المراية تحب حالها، يعني إذا هيدا الشيء بيخليهم يرتاحوا مع نفسهم ويحبوا حالهم ليه لا؟ شدني شيء بس هبة، إذا ممكن أعلق عليه، أن تكلمتي عن الوالدة كانت دوم تنصحك، هل هي استمرت في مسيرتك الفنية كالداعمة الأساسية، أم هل كان هناك أشخاص آخرين من الأهل كانوا متواجدين وياك لين اليوم؟ الشيء صراحة كل عائلتي كانت داعمة، بس بتعرفي انه في ناس من العائله بتكون انه فاميلي عاديه، وفي ناس حتى في افراد بتكون مقربه. يعني مو اقرب لك، الوالده ام الوالد؟ الوالده. دوم تتصل عليك؟ دوم تكلمينها؟ طبعا اكيد، وهي دعمتني كثير وباخذ رايها. ميرسي، ويخلي لك امك وكل امهات الناس. امين. كثير بتدعمني وكثير بتاخذ رايها بامور يعني بكون كونفيوزد فيها، مش عارفه اخذ قرار، باخذ رايها. وفي اكيد اصحاب، واصحاب بالمهنه يعني شوي بعاد عن، يعني مش بالتمثيل از تمثيل، مثلا ديزاينر او ميك اب ارتست او وات ايفر، كمان كانوا اشخاص مقربين داعمين لإلي، واصدقاء طبعا. شكرا هبه، داهمنا الوقت بسرعه شديده. خلص يعني عن جد ما حسيت، ولا انا ما حسينا، ويعني انا متاكده ان المشاهدين يبون يعرفون اكثر عنك، فنانه ومتالقه وعندك الكثير من الاشياء اللي بعد نبى نعرفها عنك ان شاء الله. ولكن انتهى وقت الفقره وايضا الحلقه، ان شاء الله بنكمل نحن النقاش خارج الاستوديو. ايه اكيد، انا انبسطت اني كنت معكم اليوم كثير. ونحن اكثر، ومشاهدينا نشوفكم في حلقه جديده وفي فقرات قادمه، وفي امان الله هذه تحيه مني ومن هبه داغر ومن فريق العمل، وفي امان الله.